مكملين في ملف صفات الإنسان في القرآن الكريم. النهارده بقى مش هنتكلم عن صفات الإنسان أو أي صفة من صفات الإنسان، لكن هنتكلم عن تطور خلق الإنسان. يعني مراحل تطور خلق الإنسان كما جاءت في القرآن الكريم في سورة المؤمنون، صحيح؟ الآيات فيها إبداع طبعا لغوي ومعاني عميقة جدا. خلونا يعني نتبحر فيها كده مع فضيلة الشيخ أحمد الصباغ اللي بيمتعنا الحقيقة الله يبارك بهذا فيك. الملف العظيم. أهلا بحضرتك يا الله دكتور. يحفظك ويرضى عنك يا رب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وأنا اللي هقول بقى ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم اسأل اسأل مع مع دعاء دعاء وصلي على الحبيب قلبك يطيب. قلبك يطيب. اللهم صل اللهم صل وسلم وسلم وبارك وبارك على سيدنا سيدنا النبي محمد. المبارك. النهاردة هنتكلم عن أصل الإنسان، مراحل أو أطوار خلق الإنسان الشرعية في ضوء القرآن والسنة. أيوة. لأن في ناس انحرفوا يا فندم في جهة ما، وقال لك مسكوا كلمة تطور خلق الإنسان وزي داروين وقال لك الإنسان أصله قرد. لا، أنا بتكلم عن أطوار خلق الإنسان وهو جنين، ومن أول سيدنا آدم حسب القرآن والسنة. شوف المؤمنون ربنا قال فيها إيه: ولقد خلقنا الإنسان. عدوا معايا يا أستاذ دعاء والسادة المشاهدين يعدوا معايا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. عد معايا: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. سبع مراحل. سبع مراحل. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه كان صغير كده، وسيدنا عمر بن الخطاب كان بيقدمه في مجلس الصحابة، فقالوا له: يا عمر، يعني عيب لما نبقى احنا كبار كده؟ ان سيدنا عبد الله بن عباس كان كبير، بدليل ان سيدنا النبي كان بيقول له: يا غلام سمي الله، ويا غلام. فكان صغنن والصحابه كبار، كان شاب وهم كبار جدا. فسيدنا عمر قال: انا هوريكم ان القضيه مش بالسن ولا القضيه بالشكل. تعالى يا ابن عباس، ماذا تقول في ليله القدر؟ الراي ده عجبني قوي. متى تكون هي؟ قال سيدنا عبد الله بن عباس: يا عمر، اراها في ليله 27. قال له: ازاي يا ابن عباس؟ قال له: لان الله جعل السماوات ايه؟ سبع، والاراضين سبع، وجعل الانسان يسجد على سبع. ازاي؟ عد معايا. ادي واحد، الجبهه، الراس، يعني على بعضها ايه؟ اربعه. استني بس، عد معايا بس والنبي. أيوة. معلش، واحد. ها. خلاص فهمت. ثلاثة. اتنين. الركبه. ايوه. والرجل. بص يا فندم، القدمين اتنين، الركبتين اربعه، اتنين. الكفين ستة، يبقى كده ستة. الوجه سبعة. حلو كده؟ تمام. حلو. يبقى السماوات سبع، والأراضين سبع، والسجود على سبع، وأيام الأسبوع سبع. وشوف ابن عباس قال إيه بقى؟ قال: وجعل الله أطوار خلق الإنسان في بطن أمه سبع، وجعل رزقه من سبع. يعني إيه رزقه؟ رزقه من سبع. فين بقى الصورة الثانية؟ قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها، خد بالك يا فندم، حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. برضو سبعة. فرقم سبعة ده حير الدنيا كلها. بس احنا بنرجع نقول رقم سبعة: لا يعلم سره إلا الله، إلا رب العالمين.